انا يعني نفسي اشوف بابا قبل ما استشهد او يصير لي اشي، يعني اشوف ابويا بدي احضنه واعيط وافرح اني شفته. هدول العياط والدموع اللي بدي لما اشوف ابويا فيهم، هدول دموع مش دموع حزن، دموع فرحة من الفرحة اني شفت ابويا. لكن هدول اللي هلقيت الدموع، هدول دموع حزن انه ابويا مش موجود جنبي، مش واقف جنبي، مش جنبي ابويا. انا قريته بابا جنبي، انا تعبت من هذه الحروب كلها انا. واحنا الدور الجاي اذا صارت في حد كمان، انا مش نازحه من غزه، انا عن جد مش هطلع من غزه، اضلني في غزه. ولو قصفوا البيوت اللي عندنا، قصفوا البيوت، راح نبنيهم وراح نسكن فيهم، لانه انا غزاويه وانا دايما مواطنه، هضلنا في غزة. مش مبسوطة أنا من غير أبويا. أنا لو رجع أبويا جنبي وضل معي، فأنا ببتسم وبضحك من كل قلبي. لكن أنا هلاقيت حزينة من كل قلبي لأنه أبويا مش موجود جنبي. يعني لما يبقى أبويا موجود أنا جنبي، ببقى أنا فرحانة.